اشتري بواع. وهذا البيع والشراء كما رضيت تسوق؟ اشتريها. بعت. بعت. ب 20,000 21,000 المعلم سيد بشريف ب 20,000 كم رضيت تسوق؟ ب 20,000 بخص. طب لخاطري بخص. كل سنه طيب. بما ان حضرتك فتحت الفيديو اتمنى من حضرتك انك تصلي على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم عشان انا وانت والكل يستفاد ببركه الصلاه على النبي محمد. مشاهدي ومتابعي قناه الريف حياتي من كل مكان في العالم اهلا ومرحبا بكم جميعا. بجدد لحضراتكم اللقاء من داخل سوق بالاس العموم الدولي وتحديدا لحظه غاديه واحده. تعالى السلام عليكم يا عم السيد. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه حضرتك طيب يا غالي. طيب يا حبيبي. السوق النهارده اخباره ايه؟ حلو. بعد الهزه اللي حصلت دي. حلو مش وحش. في استقرار؟ ان شاء الله. تمام. ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا النبي. ذكر ولا انتهى غالي؟ ذكر. ذكر. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الذكر ده معاك يا محترم؟ معاك يا حبيبي. سمعت في اسعار ولا لسه؟ سمعت. اخر سعر سمعته في كام برد الليل؟ 18,000. 18,000؟ 18,000. وما بعتش ليه؟ بيخس. ولا انت عشمان فوق الجريف اكتر من كده؟ عشمان والله. تمام. عشمان. تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. 18,000 صلاه على الحبيب من ارضيه سوق بالاس. هذا الفتحه اهيت، هذا العرض، هذا الارضيه هو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. وهذا البيع والشراء كما رضيت تسوق؟ اشتريها. بعت. بعت. ب 20,000. 21,000. المعلم سيد بشريف ب 20,000 كما رضيت تسوق؟ ب 20,000. ب 20,000 بخص. طب لخاطري بخص. كل سنه طيب. خوضوا يا عم السيد. ب 20,000. خوضوا. خوضوا يا عم السيد. توكلنا على الله. توكلنا على الله. زيفت كل حاجه. زيفت كل حاجه. طب عشان خاطر النبي. طب زي بعض. ايه ده؟ وصلته كام يا معلم سيد؟ 20,000. 20,000. لا يا ابني انا صورت. حاضر يا غالي. صباح الفل. وصل معلم سيد يا جماعه، وصلوا 20,000. وطبعا التاجر عشمان الفواج الكريم في اكتر من كده. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا النبي. يا استاذ حبيبي صباح الفل. عايز ايه؟ صباح الفل. اللهم صل على سيدنا. عليه الصلاه والسلام. معاك محترم؟ ايوه يا باشا. سمعت في اسعار مرض الليل؟ ب 16,000 مشروعات. ب 17,000 يا عم مشروعات. 17,000. ربنا يحسن سوا ان شاء الله يا غالي. يا رب. وجاز تراوي. ليه؟ بتغص. ماشي يا باشا. يا معلم. يا عم. مع الكل. تبع القشطه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يبارك لكل الناس. ب 13,000 يا عم. سمعت اسعار؟ ها؟ سمعت اسعار ولا انت عاوز 13؟ لا ده انا عايز 13 بس لسه ما سمعتش اسعار. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انا بقول لك دلوقتي انت عايز 13,000. انت دلوقتي عايز 13. احنا على السوق، احنا على الشاشه يا رجاله. احنا على الشاشه يا محترم. انت قلت 13 صح؟ والراجل قال لك، والراجل قال لك اشتري. الراجل قال لك اشتري. يا حن ربنا. يا حن ربنا. يا العيال يا قالوا بقى. انت قلت 13. انا اللي مربيك فوق دماغك. يا محترم مش انت قلت 13؟ اه. طب ما تعيدش ليه؟ لسه بخسر. بيخسر. اه تمام. بيخسر يا استاذ. الريف حياتي. ان شاء الله. قناة ايه؟ الريف حياتي. الريف. الريف. اهلا وسهلا بالريف. حبيبي يا محترم. حبيبي. النبي بلاش التصوير يا ابني. اخر اسعار يا جماعه النهارده. 13,000 طبعا لسه ما دعاش. قدام حضراتكم من ارضيه السوق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. صباح الاشتا يا غالي. حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله. يبارك لك. الله على السلامه. الله يبارك لك يا غالي. اخبار الدنيا معاك ايه؟ حبيبي اخبار الدنيا معاك انت يا محترم. تمام والله. حبيبي تاني ولا دكر؟ دكر. سمعت اسعار فيها ولا لسه؟ سمعنا كتير. اخر سعر سمعته في كام؟ 15,000 ونص. 15,000 ونص؟ اه. ده تخفيض الاسعار. طب ما بعتش ليه؟ لسه بخسر. عشمان يعني فكر من كده؟ عشمان في وجه الله. حبيبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. 14,000. اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. بتخفيض الاسعار بس النهارده. قول لي رقم تليفونك للحجز والتواصل معاك لو حد محتاج. 010 010 29 29 69 69 56 56 06 06 السيد ابو رمضان.
بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بنحيي تخفيض الاسعار بقى. بارك لكل الناس. بتخفيض الاسعار خلي الغلبان ياخد. السلام عليكم يا رجال. ازيك يا محمد؟ الدكر اللي معاك دي يا محترم سمعت في اسعار؟ اه. اخر سعر سمعته في كام؟ 17. 17؟ بالصلاه على النبي. وما بعتش ليه يا محترم؟ ما بس لما يجي صاحب نصيب. تمام. ماشي يا غالي ربنا يحسن سوق ان شاء الله. يا رب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله من داخل سوق بالناس العموم الدولي ربنا يا رب يبارك لكل الناس اللي موجودين يا جماعه في سوق البتنج. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صور الاثنين ده. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. دول دكرين معلم؟ دكرين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. سمعت فيهم اسعار يا محترم؟ سمعت فيهم اسعار ولا لسه؟ 29. الاثنين في بعض 29؟ ذكر وانتهى يا جماعه من ارضيه سوق بالاس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ربنا يا رب يبارك لكل الناس. ليه؟ بقول لك والله كداب. ليه؟ ها؟ كداب ونص كلامه كده. ما اسمعش فيهم غير 23. انا بقول لك كداب. يا جماعه الصوت ده حضرتك على الهواء. لا ربنا يا رب يبارك لكل الناس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اهو علامه مع الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ذكر ولا انت يا غالي؟ هو يا غالي. سمعت في اسعار بيرضي الله؟ سمعت في اسعار ولا لسه؟ سمعت. اخر سعر سمعت بكام؟ 11 ونص. وكيلك ربنا. بقول وكيلك ربنا. بتكلم ربنا الايه بقى؟ ما انت بتقول 11 ونص نعرف ناس الحقيقه كده غلط؟ طب السعر المطلوب في كام؟ 17. بسم الله ما شاء الله تبارك الله زي ما حضرتك شفنا في عرض السوق اهوت ربنا يا رب يبارك لكل الناس. اللي بعده معاك يا معلم؟ اه. بكام السعر يا غالي؟ 15. عمره تقريبا قد ايه؟ شهر ونص. شهر ونص؟ ياخد لبن لحد قد ايه يا معلم؟ ياخد كمان شهر ونص. اه تمام جميل جميل. اخر سعر انا بشتري منه يا معلم اللي زيد بقى يا معلم. ربنا يحسن سمو ان شاء الله يا معلم. حبيبي صوروا صوروا لكن دلوقتي معاك بردك. اه كمل دلوقتي. لحظه 34. حاجه جميل حاجه جميل. العبه والشغل جاي ب 34. 34 الاثنين ب 34 دكارين يا جماعه. هم ب 34000 من داخل سوق بالاس العموم الدولي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا جماعه ان شاء الله نعرف حضراتكم المواعيد بتاع سوق الاس في شهر رمضان ان شاء الله مبارك. نقدم لحضراتكم تقرير عن مواعيد سوق بالاس بامر الله من ارضيه سوق بالاس. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. 34000 ربنا يحسنهم ان شاء الله يا مختار. شكرا لكم والى اللقاء في عرض جديد من يوم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.